والأخ الشيخ جابر مبارك حمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أخوة الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أهنئكم بالثقة التي أوليتموها في اختياركم للوزارة، وأن أعرب لكم عن خالص التقدير لقبولكم المشاركة فيها وتحمل أعبائها وتقاسم مسؤوليتها. راجين لكم جميعا كل التوفيق والسلام، وثمنين ما بذله أخونا سمو رئيس مجلس الوزراء من جهود مقدرة لتشكيل الوزارة، ومقدرين في الوقت ذاته إسهامات إخوانكم الوزراء السابقين وما بذلوه من جهود مخلصة في إداء مهامهم ومسؤولياتهم الوزارية بكل تفاني وكفاءة، متمنين لهم دمى التوفيق. إن أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهداف وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون، ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود والتسخير لكافة الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، ولن يتأتى ذلك إلا بتآزركم وعملكم بروح الفريق الواحد وفي إطار التعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص المشترك للتصدي للقضايا التي تهم المواطنين ومعالجتها. وإنني على ثقة تامة بأنكم أهل لتولي هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقكم على خير وجه، وأنكم قادرون بعون الله تعالى على تجاوز العقبات، كما أؤكد أهمية تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقا للقانون والأنظمة واللوائح المقررة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما لا يخل بأدائها. أكرر التهنئة لكم، وأسأل المولى تعالى أن يمدكم بعونه ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه خير وطننا العزيز وخدمة المواطنين الكرام، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.